إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن التطعيمات وجدول التطعيمات أول 12 شهر، وهي من الضروري التأكد أن الطفل أخذ في أول 12 شهر تطعيمة الحصبة وأيضا تطعيمة الحصبة الألمانية وأيضا تطعيمة أبو كعب وهي تطعيمة خاصة، أيضا تطعيمة التهاب الكبد الوبائي من فئة ألف وهي جرعة أولى في، وتكون هذه الجرعة في أول 12 شهر، يعني في السنة الأولى بعد انتهاء السنة الأولى. السؤال عن هذه الجرعة من قبل أخصائي التطعيم في المستشفى. أتمنى أنكم استفدتوا، هذه أهم التطعيمات المهمة التي من الضروري إعطائها للطفل في أول 12 شهر، وهي التهاب الكبد الوبائي من فئة ألف والحصبة العامة والحصبة الألمانية الخاصة وأيضا تطعيمة أبو كعب. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم بدرس قادم.